بلش حلقتنا لليوم بالمقابلة اللي أجريناها مع الممثلة السورية سوزان نجم الدين. فتحوا معنا بداية حتى نشوف سوزي شو خبرتنا عن دورها بمسلسل بيوت من ورق. حتشوفوها هيدا اللوك تبعها، اسمها جيجي، هي مصممة أزياء، صنعت نفسها بنفسها وبنت براند اسمه جيجي، انشهر كتير كمصممة عربية وتطمح إلى العالمية. عندها مشاكل مع عيلتها ومع بيتها، وعندها مشاكل مع أخواتها، وبينغدر فيها كذا مرة. بتكون ضد الحب أول نص العمل، وفجأة بتطب مثل سوزان وبتوقع بالحب. ومن بعد ما سمعنا كلماتها لسوزان نجم الدين الليلة انه انت من النادر ما يدق قلبك، فخبرينا اليوم عن هيدا الامر بما انك عم تعيشي قصة حب. ايه، من النادر ما يدق قلبها، ولما يدق قلبها بدق لحدا بيستاهل. اكيد تقدم لي ناس كتير كتير، بس ولا مرة حسيت انه هذا هو في شي بيفرض حاله عليكي. اللي شدني لإله شهم جدا، ورجل بكل معنى الكلمة. بما انه دايما بنشوف سوزان متألقه وزي جمال وجاذبيه، اكيد من البديهي نسألها شو النصايح اللي بتحب تعطيها للمرأة حتى تبين اكثر جمال ورونق. انا بقول لها شغله، انه الجمال والروح والحب والامل والحياه منا بالعمر. ممكن يكون عمرك 20 سنه وانت كئيبه ما تعرفي تعيشي، ممكن يكون عمرك 80 سنه وتعرفي تعيشي، ما دخل. عيشي اللحظه، عيشي حبي حالك وحبي الله. انا هيدا نمبر 1 بحياتي، انه انا انسانه مؤمنه وقدريه جدا، وهيدا الايمان هو اللي بيقويني، وهيدا الايمان هو اللي بيخليني اهتم بجمالي، لانه الله عطاني شيء بدي حافظ عليه. هي نعمه من رب العالمين بدي حافظ عليها، نعمه الحب، نعمه المحبه، نعمه تقبل الاخر، هيدا كله ربنا عطانا اياه، مشان هيك انا بدي حافظ عليه لاقول له شكرا يا ربي. وبختام حديثنا مع سوزان نجم الدين سألناها إذا هي عم بتحافظ على جمالها وتألقها بسبب إنه ترجع من جديد تأسس عائلة، فبرأيكم كيف كان تعليقها؟ أنا دايما ببلش من نقطة صفر جديدة. كل ضربة وكل وقعة بحولها لقوة. هل عندك اليوم شروط؟ ما إنه أنت قريبا رح تتزوج، هل عندك شروط حطيها اليوم على شريك حياتك؟ ما في شروط على الحب،